حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من مدينة صلالة العمالية معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار. بعد التحية معالي الشيخة مي، وطبعا بالبداية نبارك لك هذا التكريم. الشكر لكم، التكريم لدور التراث لإبراز هوية البحرين ومكانتها بين الدول. ولا شك أن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي عمل على تكريس دور البحرين في مجال المحافظة على التراث، واليوم نحن هنا في سلطنة عمان التي اتخذت من التراث والثقافة عنوانا يميز هويتها. نعم. وفي صلالة التي أصبحت وجهة لسياحة ثقافية نحتفل اليوم بهذا مع الجميع بالمنتدى الأول للسياحة والإعلام، والذي عبر ما يقدمه من توصيات يركز فيها على دور التراث لتقديم سياحة نوعية نسعى إليها في أوطاننا. نعم معالي الشيخة مي، كيف ينظر العالم اليوم إلى مملكة البحرين خاصة وأنها أصبحت اليوم مركزا سياحيا تراثيا؟ المكان التي حازت عليها مملكة البحرين سواء بتسجيل مواقع في خارطة التراث الإنساني العالمي لقيمتها الاستثنائية، وإنشاء مركز إقليمي عالمي للتراث العربي يخدم البلدان العربية في مجال تشكيل مواقع في التراث الإنساني العالمي، ودور هذا المركز ربما يشعر به أو يستفيد من تجربته كل من يعد ملفا لتشكيل موقع لإدراجه في قائمة التراث الإنساني العالمي الذي يشكل مصدرا لجذب سياحة نوعية تسعى البلدان لاستقطابها، خاصة في هذه الفترة التي يبحث الزائر عن مضمون ويبحث عن نوعية ويبحث عن هوية. تشابهت المدن وتشابه ما تقدمه، تبقى الهوية هي ما يميز البلدان، لذلك التركيز على التراث وجلب سياحة ثقافية نوعية هو أبرز ما نسعى إليه في مملكة البحرين، وما نتعلم من تجارب البلدان التي كرست التراث عنوانا أيضا لسياحتها الثقافية. نعم من مدينة صلالة العمانية معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار، شكرا جزيلا لك.